نروح لاخر رساله معانا النهارده اللي بتقول: انا جوزي بيخوني ومش بيصرف عليا ولا على الولاد، موجود وكانه مش موجود، كل يوم بيوعدني انه هيتغير ومفيش حاجه بتتغير. يعني عموما من غير ما اكمل، اللي بتقوليه ده مش محتاج اجابه. لو في راجل بالشكل ده يبقى لازم تسيبيه وحالا وفورا. انت وولادك هتكونوا احسن بكتير من غيره. مفيش حاجه في الدنيا تخليكي تستحملي كل ده مهما كانت، سامعيني؟ روحي عيشي حياتك وبس. ما تنصح نفسها الاول. واحب اختم. امال كنت عايزاها تعمل ايه؟ انت اكتر واحده تعرفي بنتك المفروض تعمل ايه. تخرب بيتها زي ما انت عملتي بالظبط. انا وهشام اتطلقنا بالشياكه، انما بسام بتاعها ده يتخلع في ثانيه. يعني عاجبك حالك كده؟ جدا طبعا. انا خايفه عليها بس. ما تخافيش على يسرى. على فكره انا اتكلمت مع بسام وهو وعدني ان كل حاجه هتبقى تمام. لا خلاص، ما دام وعدك يبقى انا اطلع منها واخرس خالص. رايحه فين؟ رايحه الاتيليه. انت خلاص سميتيه اتيليه؟ ايوه.